جميل جميل جدا. طب حكينا على تجربتك مع الفنانة ميساء المغربي والفنانة القديرة أكيد حياة الفهد، حدثنا. وهل في يعني في أعمال مستقبلية ممكن نشوفهم معك طبعا قريب؟ انا كل فخر الحقيقه اني انا التقيت في سيده الشاشه الخليجيه الله يطول في عمرها الفنانه القديره حياه الفهد. طبعا كان عندنا فيلم سينما اسمه نجد، يحكي عن الخمسينات من الدوله السعوديه، وكان عمل تاريخي جميل الحقيقه، فيلم بقياده طبعا مخرجنا الجميل سمير عارف، وانتاج ايضا الزميل الغالي خالد الراجح. الفكرة جميلة وتحكي عن الحنين من الماضي. طبعا أنا أي شيء فيه الماضي أنا أسميه الحنين الحقيقة، وهذه من الأشياء اللي شدتني في برنامجكم الجميل اللي هو الحنين. التجربة الثانية الحقيقة هي تجربة أول إخراج فيلم لميسا مغربي. طبعا أنا ضيف شرف فيه، مش بطل في العمل. شاركت في نهاية العمل مرحلة الكبر يعني، لأنه كانت بطولة الشباب نايف ولد زياد بن نحيت، و ايضا في ممثله ثانيه صغيره اذا ما يذكرني اسمها والله الان. فانا كملت المرحله الثانيه اللي هي مرحله الكبر، اللي انا وميسا لما يكبرون المرحله الثانيه. نعم. وايضا هو يتكلم عن حقبه قديمه، بس احنا جينا في الحقبه الجديده اللي بعد 25 سنه. طبعا الافكار اللي فيه موجوده كلها تحاكي عادات وتقاليد المجتمع، ما فيها اي تجاوزات. كثير من المفاهيم في المجتمع انه السينما حتكون خادشه او شيء، لا غير صحيح. بالعكس. احنا عندنا ضوابط في السينما، قيمنا موجوده، عاداتنا وتقاليدنا، شعائرنا الدينيه موجوده ولله الحمد، ولن نقدم اي شيء يسيء لبلدنا، لانه راح يسيء لبيوتنا قبل لا يسيء صحيح لبلدنا او لمجتمعنا الغالي علينا.